يقول إذا كانوا في بلادي يعتمدون على الحساب وليس الرؤية، هل أصوم معهم؟ صم معهم، صم مع المسلمين، صوم يوم يصومون، يوم صومكم يوم تصومون، الفطر يوم تفطرون، فصم مع المسلمين، إذا صاموا صم معهم، وإذا أفطروا أفطر معهم، ولا تشر عنهم، لأن هذا ما تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.